بطبيعه الحال اول شيء كنبغي نباركوا لساكنه حد سوال مات الصعود التاريخي هذا رضوان الحيمر كل شيء كيعرف عليه كيفاش كيشتغل قام بواحد مجهود كبير 10 سنوات توج اخيرا بانه يصعد القسم الوطني الاول هذا كيتحسب ليه كيتحسب الفريق الشباب الرياضي السالمي الكل كيعرف ان الحيمر واحد الشخص اللي كما تنقولوا حنا ديريكت يعني تيخدم بالقلب ديالو كان كيتمنى دائما في السنوات الاخيره دائما كان كينافس على الصعود ولكن السرعه النهائيه دائما كانت كتخونه ولكن الحمد لله هذه السنه هذه قام بعمل كبير قام بعمل جبار يمكن هذا الصعود الخامس مع الفريق بدا من الهوات ليكسيلون من بعد منا عاوتاني القسم الوطني الثاني توج اخيرا القسم الوطني الاول وهذا ثمره ديال الاجتهاد ديالو لقى واحد البريزيدون اللي كما تنقول هذاك الفهم ديال الكويري راجوي ومنطقه كيعيش واحد المنطقه اللي كلها يعني من اغلبيه ديالهم راجويين باش تقضي واحد 10 سنوات في الفريق خصو يكون عندك واحد بريزيدون بهذا المستوى هذا يعني الحيمر كانوا لي عثرات مع الفريق وما تخلاش عليه غادر الفريق وقنعوا انه باش 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 يرجع يعني حتى شعيب بن الشيخ كما قلت لك عنده واحد المساهمه كبيره ولكن نتمنوا للحيمر ان شاء الله التوفيق الاهم تحقق ولكن باقي عمل كبير غادي يتسنى في القسم الوطني الاول ولكن حنا بالنسبه لي انا رضوان صديق ديالي ودائما كنتلاقاو ودائما كنتحدوا على الكره وداك الشيء وهادي وعلى الدومين ديال التدريب غادي يكون عنده واحد الشان كبير ان شاء الله في التدريب